هلعب معاك لعبة حلوة. ماشي. شوية صور كده وهتقول لي كل صورة هتجي لك يا كده يا كده. طيب. يا كده يا كده. ماشي. يلا. باسم مرسي. فين الصورة؟ ها. ماشي. كده ولا كده؟ هو فين الصورة؟ أهي. لا كده. كده. كده ماشي. كده طبعا. ماشي. حازم امام. كده. هل اسم ان اسمك كان شبه حازم امام حط عليك ضغط في حاجه؟ لا هو سهرني يعني انا والله يعني انا كنت طالع انا وعلاء على الله يرحمه ومرغني وكده اسم كابتن حازم بس ما حطش عليك ضغط يعني ساعات لما يكون اسمك مقترن بلعيب كبير قوي كابتن حازم طبعا اسطوره طبعاً. لما يكون اسمك ممكن ده يحط عليك ضغط انت ما كنتش مفكر كده لا انا دماغي كان فاضي خالص يا كابتن والله دماغي يعني مش مفكر خالص مفكر في الضغط انا بدات اشيل الضغط اول لما انت لبستني الشاره يعني اول لما خليتني كابتن بدات فعلا ممكن يكون شعري بعدها بدا وانا عندي 25 سنه يبيض بتاع كده انما وانا قبلها لا انا كان دماغي اسم حازم امام كبرك كبرني بصراحه يعني انا بقول لك كنت طالع انا ومعايا اربع خمس لعيبه الناس قالت مسك في حازم حازم طبعا طب تعالوا نروح للصوره اللي بعديها فين الصوره ايوه هنا اهو هنا حازم شيكابالا كده ولا كده زعلان منه ليه ما عشان ما كلمنيش بعد ما مشيت يعني بس شيكابالا يعني 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 انت كل اللعيبه كلمتك الا شيكابالا كان كلمني ساعه المشاكل بس يعني لما كان حصل يعني هيمشي مش هيمشي مش عارف ايه كلمني وبعد كده لما بقت رسمي ما كلمنيش فانا زعلان منه انا بعاتبه طب وانت في رايك ليه يعني شيكابالا دايما يعني دايما بيقولوا ان شيكابالا ابو الواجب يعني في كل المواقف اللي هي فيها دايما شيكابالا في اي موقف هتلاقي ان فيها حاجه هو لازم يبقى موجود فيها ككابتن فرقه او كانسان او كصديق بيبقى موجود هل انت يعني ايه تفسيرك يعني مش ممكن يكون عشان في كان ضغط الفتره ديت كان كاس السوبر وكاس السوبر اللي بعديه الفتره ديت ممكن كانوا يبقوا مضغوطين بس يعني انا كنت دايما معاه يعني في اي حاجه ممكن انا توقفت ممكن اكون توقفت مثلا بسبب ان هو ما اشوفش حد مثلا بيهاجمه ولا بيعمل فيه كده توقفت مره في لما خدنا الدوري لما لقيت احمد مجاهد بيزعق معاه وكده وانا ما كنتش عارف في ايه اصلا توقفت بسببه يعني مش بسببه بس انا يعني ما بحبش اشوف حد بيجي عليه يعني والمره الثانيه كنا حاضرين انا كنت هحضر بس لما لقيته هو يحضر ماتش كان ماتش سله في نادي الزمالك وكان حصل مشكله كده والماتش ما كملش فانا دايما كنت ببقى معاه يعني مش ما بحبش اسيبه يعني خاصه الاقيه متنرفز الاقي حد بيجي عليه كنت دايما ببقى معاه يعني بس على فكره يعني مش بقول كده يعني هو ممكن يكون مشغول يعني اكيد شيكابالا يعني انا عارف شيكابالا كويس والحاجات اللي فيها يعني الواجب والاصول دايما شيكابالا بيبقى موجود فانا بقول لك ما تزعلش لا يعني ممكن انا عارف ان انت زعلان ممكن ان هو ان انت كنت متوقع لكن انا متوقع ان بعد ما شيكابالا يسمع كلامك دلوقتي ان هو اكيد هيرفع سماعه التليفون وهيكلمك لان هو عارف ان ده اعتاب الاخ واعتاب المحبه صدقني بعد البرنامج النهارده هي 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 بس تعالى يعني شيكابالا اكبر منك صح؟ بكام سنه؟ سنتين كابتنك يعني كابتني اخ اخويا الصغير واخوك الكبير يعني ايه رايك ان انت تكلمه تطمن عليه على كتفه النهارده؟ اكلمه طبعا والامور بقى ما بينكم هترجع زي الفل ان شاء الله انا ما فيش حاجه ما بينكم خالص لا انا كان انا كنت متوقع يعني من الناس انت ممكن تكون في ناس منتظره هتكلمك بالظبط كده ان شاء الله يعني ان شاء الله المكالمه دي هتحصل قبل بكره الصبح قبل ما تنام باذن الله تكون اضمن لك ان هي باذن الله تكون موجوده ان شاء الله ان شاء الله تعالوا نشوف واحده ثانيه في واحده ثانيه في صوره ثانيه ايوه بابان حسام حسن كده طبعا كابتن حسام حبيبنا طبعا ايه ذكرياتك مع كابتن حسام؟ كابتن حسام اول لما جه كان وزني زايد يعني بتاع 7 8 كيلو اصر ان هو يلعبني
والفتره دي متهيألي اول 3 ماتشات احنا كسبنا انا كنت بلعب ايوه ما احنا كنت بلعب انا وانت وشيكابالا الثلاثه اللي قدام وكسبنا اول 3 ماتشات لغايه لما الدوري توقف عشان خاطر بطوله افريقيا متهيألي ورجعت بس بعد ما رجعت من المنتخب بقى ما اعرفش ايه اللي حصل بقى يعني خرجني بره حساباته خالص مين لعب مكانك بقى انا بلعب وينج كان بيلعبني هاف وساعات كان بيلعبني باك بس هو وقف جنب كتير يمكن انا الفتره دي كان من الفتره اللي انا بقول لحضرتك كابتن ميدو دماغي فاضيه يعني مش فاهم ايه ما عملت مشكله يعني ايه يعني وزني زايد ايه يعني كده يعني هو وقف جنبي كان عنده ثقه فيك يعني كونني بصراحه لغايه لما رجعني تاني بس هو للاسف بقى ما كملش بعديها يعني مش لما رجعني مره لعبني انا برضه لعبني انا اول 3 ماتشات مع اللي احنا خدنا فيها الدوري لعبني اول 3 ماتشات وبعد كده حصل مشكله وهو مشي بس انا كنت دايما بلعب معاه وهو من الناس اللي بتدي الواحد كانت ايه نظرك كابتن ابراهيم حسن لا انا كنت بلعب هاف وينج كنت بلعب ما لعبتش مع كابتن حسام باك خالص لا لعبت معاه باك بس ما كنتش يعني مثلا ممكن اكون لو انا لعبت معاه 20 30 ماتش ممكن اكون لعبت ماتشين مثلا باك رايت ما لعبتش كتير يعني كابتن حسام حسن طبعا اسطوره وكلنا اتعلمنا منه في الملعب حاجات كتير سواء واحنا يعني انا كنت يعني اتشرفت كمان انا لعبت مع كابتن حسام ماتشات كتيره يعني اسطوره كابتن حسام حسن اللي بعده جيل صعب يتعود طبعا برادلي كده ولا كده لا كده انا ما كنتش بروح مع المنتخب خالص جه في مره كانوا قالوا قائمه المنتخب وانا كنت قاعد عند فلقيت عمر جابر بيكلمني فيا عمر وبتاع قال لي كابتن دياس سيد بيقول لك هات شنطتك وتعالى ده المعسكر اللي لعبت هنا فبقول له ما قالوش اسمي قال لا بيقول لك تعالى فروحت كان موجود بقى بكتره كان موجود عمر جابر وباسم علي واحمد فتحي والمحمدي وانا فانا بقول انا مش عارف هو جايبني يعني ده في 4 بكتره انا جابني غلط انا مش عارف زي احمد زكي لما خدوه في الحكومه غلط اسمه طلع في كان فيلم اسمه ايه ده كان فيلم حلو قوي المهم علي الوزير اتمرنت معاه وجينا لعبنا ماتش ودي كان مش فاكر كان منتخب اوغندا باين ولا ايه ولعب غير 2 باكات رايت الشوط الاولاني والشوط الثاني غير 2 باكات رايت وانا نزلني اخر 10 دقائق هاف رايت فانا قلت ده انا مش يعني انا مش في حسابه خالص ما اعرفش ايه اللي جابني ليه المهم الاخر 10 دقائق دولت انا جبت جون فعمل ماتش ثاني مع اوغندا عملت جونين لعب شايفه واحمد يلعب ملك وبعد كده قرر ان هياخد الثلاثه الباكات رايت اللي معاه انا والمحمدي واحمد فتحي فروحنا كان ماتش غانا الاولاني رحت هناك انا كنت فاكر بقى ان انا هلعب طالما بقى انا عملت كده يبقى انا هلعب طلعني بره السكور فبقول لعب شوف انا زعلان قوي يعني انا كنت قاعد في البيت جابني نوت وطلعني بره السكور وكده قال لي ايه لعله خير لعب شوف انت عارف طبعا عب شوف بتاع ربنا جدا يعني قريب من ربنا جدا فقال لعله خير يعني فحصل يعني نتيجه كبيره خسرنا نتيجه كبيره قوي ماتش 6 ده فانا قلت الحمد لله فعلا ان انا يعني لعبك ماتش العوده بقى ماتش العوده بقى لعبنا لعبنا ماتش زامبيا هنا الاول ماتش ودي وجي كابتن دياس سيد كلمني قال لي مستر برادلي عايز يلعبك ماتش غانا هتبقى قلقان ولا قلت لا مش هبقى قلقان انا عايز ده اتظلمت مع منتخب مصر كل لما يبقى في مدرب اقتنع ان هو يلعبني بيحصل بعدها يعني تغيير يعني انا مع كابتن حسن شحاته رحت معاه في 2009 وبدات ابقى متواجد معاه دايما فبيمشي ماشي وجي بعديها هو ممكن يكون لعيب فيك او ممكن لعيب اكيد ده لعيب فيك اكيد انا مش مدرب واحد وجي بعدها مستر برادلي انا رحت على اخر ماتش دوت هو حتى قال لي ومشي لا لو ما مشيتش انت متواجد معايا دايما ومشي ده ثاني ماتش على طول جه كابتن شوقي غريب ومشي واعتمد عليا لعبت معاه ماتشين وبعد كده ونزلت معاه ماتشين تانيين وبعد كده كابتن شوقي ما كملش وبعد كده مستر كوبر جه بس مستر كوبر كمل يعني قعدت مع مستر كوبر ولعبنا انا اساسي على الناس اللي موجوده لعبت اول اربع ماتشات في التصفيات كنت بلعب اساسي دايما لما جت لي اصابه في رباط الداخلي في ماتش النجم الساحلي اللي احنا عملنا فيه الرومنتادا بس ما كملتش الاخر كنا كسبين 3-0 وجالي قطع في الرباط الداخلي ومن بعديها بقى ما شفتش المنتخب ده العيب مش فيهم مش فيا حازم
يعني عايز اقول لك ان انا سعيد جدا بيك للنضج اللي انت وصلت له، لان اقول لك بكل صراحه اول مره شفتك وانت صغير خفت عليك وقلقت عليك، لان انت مش هتعرف تعمل مسيره بالنجاح او بمسيره ناجحه زي المسيره اللي انت عملتها. لكن احسن حاجه فيك وبقول بكل صراحة ان انت بني ادم كويس على المستوى الانساني، وهو ده اللي خلى ربنا كرمك ان انت كملت كويس في الكرة وعملت مسيرة ممكن نجوم واساطير كتير داخل نادي الزمالك ما قدروش ان هم يحققوها. بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله باذن الله هشوفك في الملعب قريب ان شاء الله، وانا اول واحد هساعدك. انا هكلم كل الناس ان باذن الله، بس انت لازم تساعدني ان انت تتمرن كويس وان انت تبقى فت، وباذن الله قريب من اول يناير هترجع للتالق في الدوري المصري مره ثانيه. ربنا يخليك كابتن ميدو، انا مبسوط جدا ان انا كنت معاك النهارده والله حبيبي يا عزيز. شكرا يا كابتن، بشكرك. ربنا يخليك.